Keep him on the center. Turn over your front. While you touch that, you do this, you do this now. Say nothing. Now it's here. Don't shock any more shit. I'll have to tell my actually. That's the same thing. Be the light on. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. هيك يا ابن الكعبة امشي معي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يلا ما شاء الله. يلا ابن الكعبة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الخشعة. يلا أوني يا نيجا أوني يا. يلا خش كده يا خبوك ودي. هذا في اخر ما يحكي اليوم 31 سبع 2017 هسه باذن الله تعالى طيب انا ما اعرف الشفاء باذن الله تعالى هذه كل الناس ارجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هسه نتكلم ويا اخويا باللغه الكوريه المباركه ما يعيش ابد نهائي هذا بنتنا هسه يصير شو اسمه استاذ؟ او بس حافظ بو يونا ولا يعني سناك ابد السلام عليكم سيدنا نبي تشيا نبي سيدنا نبي قد كذا حتى متقاوم من دير اه من دير او ابد اخفنا ما يعيش ليش اخفنا يقول ابد ما يعيش هسه يتمشى نبي تشيا خاكي كيري السلام عليكم عبد سعودينا نستفيد عليكم السلام عبد ترسوكني ايه خبركم شوف ما يعيش هسه يتم باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدات والاولى عبد ما تستفيد منك شو اسمه نبي تشيا خاكي كيري عبد وصاكلينا وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا باذن الله تعالى افتح فمك اخويا باذن الله يفضل بكره افتح فمك باذن الله تعالى احكي باذن الله تعالى احكي باذن الله تعالى يا الله يا الله يا الله خش فيهم ديخو بكو ديخو بكو يا الله يا ربي سيدا بقلا او دعاك قبلي ولا نادي بيت رب العالمين ولا اونيا ليك اونيا يلا خش فيهم ديخو بكو ديجي استنى 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 يا الله يا الله يا الله ديخو شيء ديخو برسكا ديجي ديخو بنسلم يا الله ديجي زورا زورا ديخو شيء منك ديجي ان شاء الله ديجي يا الله
ايش تعمل معي؟ جعلك كبير وتشيبيو بس صبر هذي ليكو بكل لساني اسمع رقم يا الله يا الله يا الله ليكو بنكا بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي له الشفاء منا به ولم يشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا مش يمن لك جديد لك قبل لك دعاء مهم يا الله يا الله نادي شو نادي اشتر معي اللهم صل على محمد ليك قبل لك بس بعد القران يجيب التاخير لك ليك قبل لك بيجي يا الله يلا بس انا صوتي كمل لي اللهم صل على سيدنا محمد ليك قبل لك بسم الله نتي سيرك كري خذ شباب وتقول يلا ماسك كذا كان يرجع خرج يلا ماسك بس انا استغفر الله من ابو رب العالمين شباب لكن استغفر الله بوقا من ابو هم قوام شوف هذا رب العالمين شباب لدي نك كري نك كري خش انسان سيد كان امر زي القران في الوضع لدي تعال سام شاكين اللهم صل على محمد لدي باخر ايماني قريب اخذ امر زي القران تاخذ شيء من لدي لدي خذ قبل لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لدي تخوشها ابدا اخاف اذا انا ما ابو ناقصه شده لك ابن الكار شاجي دولة فرد بلا خلي كاجي خوش ايستان اوش كاجي بقى ايمان بقى خودي ورا اشتد رافك ما مزاجي انا شاهد لها والله لسه هل لك تاس بما اني بتفصل ما مسا او تشيكي كتاك شي لك انت قلت نور روجك زماني جيرا ما خود اسفتي طبيا بطفرا ناكا هذه السلام عليكم ابد نسيه بس سينيا دكتور شاكر في البيت انا لا دكتور اي سري مو دكتور اي سري فاطمه زباشا بخوي زو شاكر ناوتشا أبا تودي أختي اليوم 15/3/2017 أختي دكتورة بالمستشفى معي في هسه في إن شاء الله دكتورة نايتا دكتورة عزيز أبا تودي هسه كشاف اللي بنزل سمعنا كيف أشرح خواجي أنا شو مزاجي أختي دكتورة بالمستشفى معي إذا صار تسع أيام ودوال بديهم قريبة بالمستشفى هسه إن شاء الله تبي لها اليوم 15/3/2017 شو مزاجي أكثر شيء بخواجي هسه دكتورة صوتي أبا لا أمتي غزل اسكت هذا بتقول ان شاء الله يا رب اخويا ما نسلوك لك لا تنايك لك شايك يا اخويا ما نسلوك على قد وش هذا لك اخويا ايش فاني الله اكبر اخبار بن علي وعن اخبار بن علي وصدق تبوء قدور رب الملائكة ورسل الوجه الذي خلق وسقط وصر بحوله وقتيل وتبارك الله احسن الخالقين الله اكبر دكتور جماهير اخبار ما قلت هذا استاذ قلت نجي دكتور خان بعد تيرا دم دخول دكتور جاب سنك القرآن سنك ويا بخوشي دكتوري خسفة خاني دكتور شيخ حموك يا إباك وشتاك دكتور خان جول كوا فرشا القرآن سنك ويا ها فرشا كيف بسم الله ناو تيا خبي تشون دالي هيت عيب الدنيا زلنا لاش الدنيا عيب الدنيا هيت عيب الدنيا بس زمان جيلا فعسي سوا لخسفة خاني خوتا عند المان خواري سوا دنيا إشا عميش قدام هيت نازاني أبت السحيز دم دخول دكتور خان يا ربي خويا عزيز دكتور عزيز استا كتاوي بين نسيت ابو قربان ايه خويا استنى ذا خويا دمي تاني تبغي من خويا خويا مسلم خويا دكتور جي ثاني بعد الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا دكتورة خان دفشة من أمري يا الله الله أكبر دكتور جان ما قلت داش أقول أخوش جان قل بها دكتور جان السلام عليكم قل باني بن بشتساني ناوتيا عزيز انت قريج خصبك برينو خوش جان داش أقول أخوش جان يلا بهم صلاة جيلة سبي غمي صلاة صلي على سيدنا دكتور جان بس جان قل جان ماتي قل بان باك شو بات تسويلك على أخوش جان أوش خلطي سليماني تعال زور بغي زكرة خوشا دكتور جان خوشا دكتور جان بانجليزي خصب خذ صوره كل شيء ام خلقك صدقه ايات طبينا بي طبيتي جوري عندك يا ابو دكتور اي بليف ات
thank you very much. You know very good? Yeah. Yeah, thank you very much. I can't speak. Yeah. I was speechless yes. for 9 days. Thank you very much. Baham jaham sarkar chetu baham jaham bala de to tok sheki shremani baham chara sarna kala sab ne chara kala hatu lama khidmat kare thank you very much. I'm student of medical school. Yeah, thank you very much. Yeah. Yeah. Thank you to the person to rafan. Now I'm fine. I couldn't speak for 9 days, but now I can speak. دكتور يقول اني كنت ما اتكلم الان الحين اتكلم اليوم 15/3/2017 ناو فيري فيري جود ذير سام زور زور باشم بل يس بس صوت زي بس يس قران شفاء اسلام يا اوه ذير اسلام قران شفاء بل اي بيليف ات ثانك يو فيري ماتش ام مسلم اه ذير ام مسلمان ام قران از اتس ا ريليجن فور اول هيومانيتي نوت جاست فور اسلام الله اكبر وش وش انستان سباسي دكتور خان يا بين جزء بهم جاهم ساكر وقران شبه ما تجربة سمكيرية يا الله واحد اثنين قل الله هل صلى على النبي الله صلى على محمد ليه كان جاي ما الله من التخولة ما يسمى ما يسمى شو اسمها محمد عشان يسمع ان شاء الله او يا الله إذا شاف يا الله يا رب العالمين حجاتكم وحفظكم لربكم وشفاءكم لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أروا بتبيها شيء وزعلوا جاب سكر لنا إسا بإذن إخوة سادة الله أشوف هسا يتبيش بإذن الله تعالى ارجعوا يا العالم للقرآن وهذا قرآن معجزة يعني ما شيعت خوش إنسان شفاء بس خوايا من الزيمة خلقة الشهر ورينا ورينا قربات ورينا وركش هسه بنت لما داري كملا انت شاكه بجوك معجزه القران انا معجزه مني قران معجزه لا تقول شيخ علي عنده كرامات انا ما عندي كرامات الكرامات القران هو معجزه القران هو الدستور لكل العالم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا لخشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإذا مرضت فهو يشفين يا رب انت الشافي انت العظيم انت الجبار انت المتكبر انت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ايش في بنتنا شو اسمها؟ السلام يا طيب ان شاء الله انزل لي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله اسمعينا الله اكبر علي صوتك قل يا الله واحد اثنين ثلاثه ماما ماما يلا جماعه كلنا خلينا نصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد قل واحد اثنين شو اسمك الله اكبر نبض معجزه قراني فيروز وصلى الله على سيدنا ماما ابو فاز ابو فاز الله اكبر الله هلا 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 ارجعوا يا العالم الى القران والسنه وصلى الله الى سيدي السلام عليكم ورحمه الله قل الله واحد اثنين السلام عليكم ورحمه الله اول مره عبد ما يحكي وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمن ولا يزيد الظالمين الا خسارة يا رب اخوان الثانية يا ناس يكون شرع الله ما تشكيلنا من الطفولة ما يحكي يا الله انت الشافي وانا السبب قل الله هل صلى على النبي الله صلى على محمد الله اكبر الله اكبر قل الله اي والله السلام لانك جاهز الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.